حنا نتكلم فيها، قلت لي من مطوي صافي خرج عليه. ما بقاش جونا حنا بهذه الخطابات الغوغائيه ديال واحد عبد جاي باغي يتكلم مع الاشياد ويناقشهم في مواضيع كبيره. الاخ خالد رحم الله عبد عرف قدر نفسه وجلس دونه، فهمتني؟ ما بقاش جونا بالخطاب ملف مطوي، ملف مطوي صافي سالينا، هي ملف مطوي نعرفه، ما تكونش لا مينورسو لا امم متحده لا كذا، باش تكذب على روحك انت سير كذب على راسك انت بعيد، فهمتني؟ ملف مطوي صافي طويتو سد فمك صافي، قبض هذيك الاراضي المحرره حوزها عندك انت، طرد لا مينورسو وما تكونش مفاوضات وما يكونش مبعوث شخصي، ويتجرأ المغرب يقول ما نستقبل حتى مبعوث شخصي. باش تجيب تبيع الوهم ديالك انت خطاب ديال الحلقه ديال جامع الفناء وتجيبوا لي انا هنايا في نقاش اكاديمي في حوار كنا نشنفوا اذاننا ونسمعوا، غادي نبقى نسمعوا الحلقه ديال جامع الفناء الملف المطوي كذا. انا قلت لك السيد اللي هو الحسن الثاني يعني هو اللي اعاد فتح الملف، هو اللي قال الملف المطوي عطوينا، انت جايني هنا في 2024 تقول لي الملف مطوي، اش هذا وجهك ولا كفاه الخيبه حتى في المعاوده صح ومخرج عينيك مزيان يعني ها؟ لا لا بدا كيقول لك الملف مطوي صافي طويناه صافي سارينا. عندك موضوع تكلم فيه خارج عن الجزائر تكلم، ما عندك صافي ما عندنا ما نديرو معكم والو. لقيت حتى شي مغربي عنده لو نيفو باش يتكلم ابدا، لا في التاريخ ولا في القانون الدولي ولا في كذا. انت دابا مياره بهذا السقوط ديالك الحمقى اللي ادنى من حمقى الحيوان في اللغه، غتناقش معايا اكاديميا دابا حاليا، غتناقش معايا اكاديميا اقول لي يا مياره انت تسلطتي في الحوار، انت تسلطتي في الحوار حاليا دويتي سائر منك سمعتي. شوف انا كما لنا نزول من عليا هي باش نناقش معاك انت تماما تماما انا صحراوي وعندي ثقافتي وعندي وعي وانت مروكي في اخر مطاف، انت لا تجيد واش كتجيد، كتجيد العبوديه والركوع والخنوع والخضوع وتقبيل الايادي والارض. هذا نقاش اكاديمي، انا ماشي نقاش اكاديمي، هذا نقاش اكاديمي لاني انا لما نتكلم عن جون ووتربوري امير المؤمنين الملكي والنخبه السياسيه كنسمع بان هناك راعيه عبيد طلع الفتح الله ولا عبطوها لا طيحوا حتى مشكله على بالك والله الاستاذ ميرا والله لا مشكله اللي راني لاحظ فيها اللي قلك تناقشه باش تنجم تناقشه اللي كنضرب معاه نص ساعه وانت تناقش فيه باش تدخله معك في النقاش، هذا هو المشكل. لو كان هذاك الوقت اللي راه ضيع الوقت كره داير مداخله الله يطول عمرك. انا البارح غايه مهم جدا فتحت لنا مواضيع الاخ سيكستاكو وهما كيخسروا علينا. ثانيا الهده ديالو لا انت حوار انت محايد انت كذا، ومروك يجيني بالخطاب ديال العبيد وديال الحيس الكافو، الحيس الكافو عندي هنا لا خليك محايد، لا انا ماشي محايد ما عمري غادي نكون محايد، منحاز للحق الجزائري ما طلبش منه يكون محايد، الجزائري منحاز للحق، والصحراوي ما طلبش مني على انني نعود محايد، منحاز للحق. ثاني ما يمكن ان نشوف الباطل يعني بكل اركانه متجسد فيك انت ونشوف واحد ثاني ما عرفش فيه مور خير ولا احسان بالنسبه لك جزائري. جامي ما شفت جزائري يمثل نوع من الدناءة ولا الركوع ولا الخنوع ولا تقبيل يا أستاذ. هادو حابين كلمة سالينا فهمت بكل صراحة. السلام عليكم جماعة. لما تشوف يعني أنه لما تشوف خرجوا لهم مثل هذاك الشيخ ضيف الله في القصر الملكي نتاعهم اللي قال لهم بفضل جلالة الملك نزعنا الملف من اللجنة الرابعة، تفهم كلش، تفهم باللي هادو كما يقول الأخ حمدي هادو الكلية خو القرابز ما عندهم حتى مستوى، كلية خو القرابز هادو يا الأخ ميارة. القضية الصحراوية هي أكبر من أن يطلع بها قربوز كما هذا يتكلم عليها أصلا. أنا راح نرجع شوية للموضوع، هذا الموضوع اللي تكلمت عليه اليوم وبما يخص التخبط للعائلة الملكية، التخبط المخزن اليوم هذه أكبر ظاهرة أنه يتخبط، أنه يعني أنه يستعمل هذه الطريقة ويخرج على كل القوانين الدولية وعلى كل قوانين يعني للدول الراقية أنه يتهجم على قنصلية الجزائرية. أنا أظن أنه ما نقدرش أن نتكلم باسم الدولة الجزائرية لأن هي اللي قادرة ترد على عمل كما هذا، والرد راح يكون لأنه الجزائر اليوم تخطات عن
يعني فاتت مرحلة أنها تدافع. اليوم الجزائر تهاجم مباشرة في المخزن، اليوم مكتب الريف اللي فتح في الجزائر هو هجوم مباشر على المخزن، فهمت؟ ما بقيناش احنا ردة الفعل والفعل، اليوم الفعل المباشر، واللي ما في يعني اللي بغيتوها ديروها المغاربة، احنا هوني ديركت منو يا با، هذه هي ما بقاتش هذيك للشعبين والعلاقات، لانه اليوم تاكدنا انه هذه العائله الملكيه هي عائله صهيونيه بامتياز، عائله صهيونيه لبست العبايه تاع الاسلام ودخلت في شمال افريقيا وتحملناها. يوسف فضل نشوفوا علي رضا هذا معنا، اسمح لي على مقاطعتك. علي رضا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كم يرى انا اختلف معك. تفضل. بدي احذف كلمه انا نقولهم الا كان ممكن. تفضل تفضل. عرفنا براسك. انا مغربي. تفضل. وانا مع مغربيه الصحراء. باش. انا جايك اولا بعدا دابا بلاتي. انا جايك. اولا دائما الخطاب العدواني هو تعبير على، شوف هو تعبير على الكرامه. جيب لنا الدليل. انا جايك. امتى غتجيب لنا الدليل؟ دغيا ما تزربش بحال داك رضا الليلي، خصك غير تزرب حيت باش تسكت بنادم. انا بكم في هذا ما فيها والو. بيداوي خاوينا صاحبي، داوي خاوي، حنا كنعرفوكم. شوف خليني انا داوي خاوي. انا ما كنعرف المروكي نعرفو بي. وكون انت اكاديمي ورد عليا. الا كان هذاك المغربي اللي كان تكلم، شوف هذاك كيما ما عندك لا دليل لا والو. اذا داوي خاوي. عندي الا سمعتي الا قدرتي تسمع. قلنا هذا الدليل هذا القمر. سمعوا لا بد من مقدمات. لا بد يا اخوان هذه المقدمات هذه. المقدمة قلت لك أن الخطاب العدواني ديالك هو تعبير على الاضطراب النفسي ديالك، وأن القضية ديالك تعاني الهشاشة. هذاك الشيء علاش كتقضي ما كيسمى بالمغربية الغفالة. هذاك المغربي اللي قلتي له أنت عبيد، إذا كان هو عبيد واستعمرك بالمفهوم ديالك أنت، إذا أنت عبيد من الدرجة العاشرة، مادام هو عبيد والدولة ديالو استعمرتك، إذا أنت عبيد 10 مرات. وأنت ما قدرتي دير والو 50 عام هذه. نقدر أنا نقول لك الدليل أسيدي بالقوة، أنا غلبتك. انا اؤمن بالقوه. القوه هي اللي لي جون سون ترو بوف كوبيوزمون. انت كتعجبك لونغلي والفرنسي، نهضر معاك هاد لي لونغ. لي جون سون ترو بوف كوبيوزمون دوبوي لا نوي دو طون دوبوي توجور لا نوي دي طون سي توجور لا نوي. ما عمر العصا، يلا شنو تقدر دير انت والجزائر؟ بسم الله. هذا هو الدليل عندك ياك؟ ما عندك دليل بالنسبه لهذاك؟ بالنسبه لهذاك ما عندك دليل. بلاتي بالنسبه للاخ الجزائري اللي قال لك بانه انا ما قدرتش تهزم. هذا ما قدرتيش يا اخوان. انا كنتكلم على الموديراتور. يا الاخوان يا الموديراتور، الله يطول اعماركم، الله يجازيكم بالخير. هذا السيد جاهل وخلوه يمرر جهله. انا ماني رد عليه، خلوه يتكلم. جاهل هذا، هذا نموذج للمروكي العبد. خلوه يتكلم، ولا ماني راضي بنقول له عباد الرحمن ما يمشون على الارض هونا، واذا خاطبهم جاهلون قالوا سلام. انا سولته عن الدين بعد اذا كنت يقول كلمات وغادي يمشي، غادي يفوز على راسه، غادي يمرض يعني كل المكبوتات النفسيه عنده. وخلوه لانه هو اللي مريض، هو اللي يعاني، خلوه يتكلم. يلا كمل كلامك زين. اذا كنت انا راعيه وكنت انا لا يستشيرني الملك في القرارات ما يخص الصحراء، إذا الدليل ما عندك، واش الدليل عندك ولا لا؟ أنا الدليل هو العصا، أنا غالبك القوة. يلا صافي، يلا هبط. كاين السياسة، كاين القانون الدولي، كاين الكونسيون، وكاين القوة. باش نكتب بأن المغاربة اللي كاين الصحراء يناقشوها أكاديميا ما كاين والو. يلا نكز. هذيك الدولة اللي أنت معتمد عليها قول لها تجي تدخل. يلا هبط، يلا صافي. يلا هبط هبط وغنروح نديروا المحاضرة. الجزائري. يلا هبط باش ندير محاضرة، هبط. بطل غادي يهبطوكم. شم. لا هبط تصدعنا في راسنا. جاهل هذا. احنا عندنا الاساتذه هنا وعندنا المحترمين، اي عندنا اكسيل وعندنا كوستانتين وعندنا الاخ رفيقي محمد مولود ورئيس الامه وصحراوي حر. طالب عمر مرحبتي بك، اهلا وسهلا بك. ميارة عندك بزاف ناس حابين يطلعوا، ربما خلي لك مكان. يلا خلي لي مكان واني بك كريم، ربي يحفظك. اوكي هيا هيا، بارك الله فيك محمد. السلام عليكم. اهلا وسهلا بك، مرحبتي بكم استاذ اخ طالب عمر. تفضل.
مرحبا بكم وسهلا، تحياتي لكم وتحياتي لكل الصحراويين الأحرار الذين يدافعون عن وطنهم وعن أرضهم، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب. أنا ما تعرفني غير قد يعود واحدين من رجلي يعرفوني. المهم أنا والله اللي يقيضني ياسر منذ المغاربة اللي يطلعوا يقول لك كيف هذا اللي دراك يطلع، قال لك أنا نقبضكم بالقوة. والله يقول له لا تكذب، والله لا تكذب، والله لا تكذب، وراني قاعد مولي في نكر العيون، والله لا تكذب صغير مولي نقولها له، والله لا تكذب عنك تقبضنا بالقوة. وهذه جربتوها كم عادركم جولت أسبوع لحتكم في منين، جولت أسبوع لحتكم في كذا 40 سنة وما زالت تقتلوحكم في أكثر من ذاك. شفت هذو هذا 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 المغاربة اللي نحن عشنا بهم وعشنا عشنا بينا عشنا معهوسين على روسنا، مقعدين على روسنا هون، يعني بينهم عنهم هما القوة وعنهم قابضين بالقوة، ما يقدروا يقبضون بالقوة. وهذه يعرفوها هم وليتكدوا منها وليتموا لا يتكدوا منها، ونقول لهم كلامنا رانا نقول لهم في نكر مولي في نكر المدن اللي قاعد اللي قابضينها هما، قابضينها من عند من عند قابضينها بالمخازنية وبالبوليس وما تمرق مع الشارع، ما بقوا يطلعوا معك ويقضوا، لا نقولوها إعلانية ولا أنا خايفين منهم، والله ما أنا خايفين منهم، قولوها إعلانية جهارا نهار الصحراء للصحراويين مهما كلفنا من ثمن، ويعملهم يعملهم يقتلونا، لا يقولوا عنها أرضنا إن، وما يقدر ينزعنا فيها حد، وما يقدر يتكلم لا بس من حد، ومنين نعود لها نعطوها الحد، نعطوها الروس ما هي الأولى، بس لا يتكلم لا يرصف حد ويتبارك معي يقول يقول عدنا خلاص وفينا منها وعدنا نتكلم مع الجزائريين. الجزائريين حدهم دعمين الصحراويين باش يرجعوا لبلدهم ويقبضوا بلدهم، ما هم هم اللي يتكلموا باسمية الصحراويين، وهذا يعرفوهم هم. والترصاف على نوش حمدة يتم نوش نواش بكرة إذا هو قاعد في لحية شيباني، لكن نوش حمدة لا يقبضنا نحن حد ولا أنا قابضين، نحن صحراويين، نحن هم أهل البلد، ونحن هم اللي نحن هم اللي نقولوا فيه اللي بغينا،